10 لعيبه على مدى نص ساعه من الشوط الثاني. بتلعب الكوره لدينو باجيو، انما مالديني عمل تغييرين الصراحه نشطهم الامور شويه. ادي ضربه هناك اهو، انما الحكم طبعا ادوارد بيقول العب، وتروح الكوره لدي باجيو وطلع كوره بره الملعب قوي. فير موريرو اهو دخل معاه جرير، والحكم عامل نفسه مش واخد باله اهو، يعني يمكن الريمون الكالة اللي اتضرب كان في لعبه ما عملش كده اهوت، انما طبعا ده درس للتحكيم. والحمد لله النهارده شفنا الغندور الحكم المصري وازاي ادار المباراه ليثبت ان التحكيم المصري بخير، طالما ما فيش اعتراضات ومحطوط في مناخ كويس ومحطوط في جو كويس ادار مباراه النمسا وتشيلي، رغم انها كانت مشدوده جدا باقتدار كبير جدا. الحكم لقاء النهارده يمكن ظلم الكاميرون شويه او كتير من وجهه نظري في طرد ريمون كالا في اخر 5 دقائق من الشوط الاول.